أحسن الله إليكم، شخص يصلي بالناس فقرأ الفاتحة ثم تذكر بأنه نسي آية ثم أعاد القراءة مرة ثانية، هل ما فعله صحيح وهل عليه سجود سهو؟ نعم، عليه السجود سهو، وما فعله صحيح. إذا ترك آية من الفاتحة ثم أعادها، أعاد الفاتحة مرتبة توالية، قد أدى ما عليه وعليه السجود للسهو. نعم.